يوسف يا علامة. لا خلاص انت راحت عليك يا يوسف يا علامة. لسه ما راحتش يا حبيبي، لسه بيبقى والله كده. بقول لك ايه يا علامي، بتوع العقباوة عمالين يندبوا ببعض على التيك توك ومفكرين اصلا الرقص العقباوي دوت رقص. معلش يا ابويا العقباوي ده بتاع عيال صغيرة. ما بشوفش اي حد يعمل كده. مالك يا يوسف يا علامي زعلان ليه؟ والله الناس مش راضية تعمل اشتراك على اليوتيوب. ومرقص والناس هتعمل لك اشتراك ان شاء الله على اليوتيوب. جدعان قدروا تعب الراجل ده، هي لو واحده هي اللي بترقص كان زمانها دلوقتي مليون على اليوتيوب. يعني اذنكم خشوا اعملوا له اشتراك على اليوتيوب، هو مش طالب اكتر من كده عشان يكمل فيديوهات.